حنا الوحده التجاريه تاعنا كنصيبوا العلب للصناعات السردين. هذه الوحده فيها 100 مستخدم، وبالفضل تاع الشراكه الجمعيه الاعمال الاجتماعيه للمستخدمين كننظموا هذا النهار للتبرع بالدم، وان شاء الله غنبقاو نديروه مره في كل سنه. الهدف من هذا النشاط هو تطوير الحس التضامني للمستخدم في المجتمع المغربي، وتحسسوا بانه راه كينتمي لواحد المجتمع مغربي تضامني. والحمله تاع التبرع بالدم بغينا نوعيوها، حيت اللي كيوقع في غالب الاحيان هو الواحد كيبغي يمشي يتبرع وكيعجز، كيلقى مشكل خاصو يمشي خاصو الترونسبور وخاصو يمشي حتى تما. حنا بغينا بالفضل تاع الناس اللي انتقلوا عندنا اليوم لهنا، الله يجازيهم بخير، كنشجعوا الناس حتى ملي كيشوف الاصدقاء تاعو في العمل والزملاء والزميلات تاعو في العمل، حتى هو كيتشجع كيقول له انا خصني نمشي نتبرع. هذا هو الهدف تاع هذه الحمله هذه. والملاحظه الجيده هو كاينين شي ناس اول مره تبرعوا في الدم، حيت جات الوحده هنا في المكان تاع المعمل، وكاين الزملاء اللي هما توما شجعوهم ما داكش اش طوعوا باول مره داروا التبرع بالدم. في اطار الانشطه الاجتماعيه والثقافيه التي تنظمها الجمعيه، ارتأت انه ان شاء الله بحول الله القيام بحمله طبيه للتبرع بالدم، ذلك مساهمة من أجراء وموظفي في هذا الورش الاجتماعي الصحي المهم التي دائما دأبت على أن تكون ورشا إن شاء الله سنويا. وبحمد الله وقوته كان إقبال كبير من طرف جميع الموظفين والأجراء سواء في الإدارة أو العمال، الحمد لله استجابة طيبة، ونتمنى أن نكون سنة محمودة في هذه السنوات المقبله ان شاء الله. بالنسبه اليوم درنا واحد مبادره اللي هي طيبه، اللي هي التبرع بالدم، وتقريبا 40 مشارك في هذه الحمله هذه اللي كتعتبر الاولى وماشي هي الاخرى. دونك من هنا لقدام غادي نحاولوا نديروا بزاف ديال هذه المبادرات هذو اللي يقدروا ينفعوا الناس اللي يكونوا محتاجين للدم، خصوصا في هذا الوقت هذا اللي راكم عارفين باللي وزارة الصحة كتناشد كاع السلطات المعنية باش يقوموا بمبادرات اللي يقدروا انهم يساهموا ويعطيوا الدم للناس المحتاجين. صراحة كيف ما كتعرفوا ماشي سهل باش انه الشركة تاخذ من الوقت ديالها، حيت كيف ما كتعرف خاصها تحبس الانتاج، خاص دير واحد لوغانيزاسيون، خاص تعيط على الناس اللي مكلفين بهذا الشيء ديال التحقن الدم. دونك ماشي سهل كيف ما كتعرفوا، ولكن شركه واعيه بالمسؤوليه وعارفه بلي راه هادشي مهم ومهم للناس ديال البلاد. دونك عليها حبسات الانتاج هاد الصباح هذا، وحاولت انه تدوز الماكسيموم ديال الناس باش يعطيو الدم ديالهم. والرساله ديالي هي كالاتي، كنبغي كاع الناس المعنيين بالامر كيف ما كان الدومين ديالهم باش يساهموا ويبادروا باش يعطيو الدم ديالهم، حيت صراحه المخزون ديال الدم في المغرب راه غادي تينقص. دونك حنا ماشي اختياري وانما اجباري انه اننا خاصنا نعطيو الدم ديالنا. دونك كنشد جميع الناس وكاع الشركات باش يعطيو الدم ديالهم هكا، باش يكون عندنا واحد المخزون وافي جدا.